لا لا انت اللي بدأت انا اخرس لا 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 يا انت اللي بدأت يا شاكر شاكر انت اللي شاكر يا اخوان انت اللي بدأت لا يا انت اللي بدأت يا سامر لا لا انتوا خاونة الاسلام انتوا خاونة الاسلام انتوا خاونة الاسلام انا بشكر حضراتكم وانا الحقيقة عاوز ارد التحية الاستاذ منتصر عاوز ارد التحية انت منستك العروبة انت استاذ زياد انا عربي جنة انت انسان مارق طيب انت اللي مارق طيب والله 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 استاذ زياد زيادتك عنه بالعربية انت مارق طيب 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 مفسد يا انت مفسد وانت قاعد بتضلل الناس رجاء 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 انت مفروض مشروع انت مفروض مشروع لا 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 استاذ زياد استاذ زياد استاذ زياد استاذ زياد استاذ زياد استاذ زياد لا 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 لازم دمكم لا لا انا بسيلك نزل 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 خليك بعملتك يا الله يا سالم خلاص عاصم على الاسرائيليين خليك مش عارف تركب جملة على بعضها انا يا سالم خلاص لحظه يعني خلاص انا عم بحكي عن تقارير من مرجعيات دوليه يا سالم هو قاعد مثل احمد مش عارف انت عم تحكي انا يا خلاص اقطع اتكلم على صدر اقطع اقطع رجال انا اتكلم على صدر اشمر دقيقة يا اخي اسمع عن زوجتك بتتصل بالشيعة وبتقول لهم راجل متعة صح؟ يعني صح ولا لا؟ بلاش اجيب تسجيلات بكده؟ لا بلاش لا كده عيب كده عيب كده عيب ده كده تجريح كده ما ينفعش ده كده تجريح انت كده قليل الادب لا 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 خلاص يا استاذ وليد انت كده ازاي تجيب سيره السلام عليكم وعليكم السلام استاذ امين السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله اتفضل والله انتوا كلاب بصراحه يعني ماشي نشتغل عادي نحط معلقه بصل خلي بالكم انا برنامج طهي حمو صدام حسين الله يرحمه ما كانش مطلع عليكم صوت المجرم في الاقليم هو الجزار بشار الاسد اللي كان طبيب عيون انا مش والله هو جاء اسمع اسمع لا تسمي بالاسماء اسمعني اسمعني جيدا بكون بمسح الارض فيك لا لا بمسح الارض فيك لا تشتم لا تشتم لا 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 قدر لا تشتم لا 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 اسمع لانه اسمع لا 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 تشتم سلم حمد سلم حمد سلم حمد سلم حمد سلم لا 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 اطلع برا اطلع برا انت انت اطلع برا اطلع برا اطلع برا هذا الرجل المناوع الكذاب الخادع وتلك الجماعة التي لا تعرف تلك الجماعة طب طب خلاص اشرب مية اشرب مية اهدى اهدى استاذ ايهاب مش كويس كده اريد ابدا البرنامج او الحلقه ادعو المشاهدين لان نقرا الفاتحه على روح الرئيس الشهيد صدام حسين بسم الله الرحمن الرحيم فاتحه على احد نحن هنا ندين رجل ندين رجل قتل الاف وملايين من العراقيين لسنا هنا لنقرا الفاتحه على احد على ظالم وطاغوت قد سفك دماء العراقيين تحت الهواء وريت السموم تحت الهواء وريت السموم تحت الهواء والله تأدب تحت الهواء والله ليه حذاء لا لا, لا 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 والله العظيم اقسم بالله امسح بيك البلاط ليه حذاء البس انت عيني اتدمرت للدرجه والله ليه حذاء البس هي دي اخلاقكم هي دي اخلاقكم ليه حذاء البس انا مبسوط انك بتعمل كده قدام الناس هي دي اخلاقكم تأدب هي دي اخلاق انا اعلمك الادب وعلم جماعه ان تحترم نفسك وتؤدب الفاظك جيدا والا اسوي بيك شيء ما تتصور ابدا حجمي فارسي قشمر أدبرك تتكلم بأي أدب يا جماعة احتر نفسك أشمر يا جماعة سارق أنت إيراني أسرق أنت أطلع أطلع يا سيد 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 وسيد اللي جابوك يا سيد عجمي
هاي وثائقك انت مواطن ايراني يا سيد انت مواطن انت ارجوك على جماعتك وقل لهم تلمسوا رؤوسكم الجيش الحر سيدوسكم واكثر من ذلك ارجاس النظام التي تتحملها تحتاج الى تطهير وانت بحاجه الى تطهير على الهواء مباشره واحد مثلك بهيم ويلعن الجيل اللي بده يدرس عندك مشاهدي الكرام الى اللقاء ما بصير ما بصير انت واللي الى اللقاء الى اللقاء العن ابوك بدك تطهير من ارجاسك انا على ابوك يا ابن الشربوط لا 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 انت تعرف ان صدام اعدم شقيقي واعدم الكثير من اتباعي ومن اقربائي واعدم خال اولادي ولكن صدام بالطريقه التي اعدموه بها اثبت نفسه انه رجل وشجاع وفعلا اصبح شهيدنا وسنحج الى ان نزور قبره كما يزار الاولياء اذا اساء الادب او تكلم عن صدام يا سيدي يا سيدي يا سيد بشعان الموضوع سياسي قل ما تشاء في السياسه تتكلم بأدب اوكي تفضل تفضل رساله لا تسيء لفكر الرئيس يا سيدي بس يا جماعه لا تسيء اين فكره الرئيس الشهيد صدام حسين لقد اصبح امام المقاومين والابطال العام وجهه نظري وعليك ان تحترم مشاعري ومشاعر الناس يا اخي دقيقه اسمح يا زلمه يا اخي يا زلمه لن يا اخي ساشتمه الى اخر البرنامج والله افعل ما تشاء يا اخي افعل ما تشاء ارجع اقول لك انصحك لله لا انصح لها اختني في العراق انا ارسل ميليشيا أنا